الليلة إن شاء الله هنعيش في أحدث ما عندنا، وأحدث ما عندنا هي قصة ليالي. قصة ليالي، وقصة ليالي هنسمعها ونشوف الأول بتقول إيه القصة، ونصلي على النبي. ولد اسمه صباح، وصباح ده أبوه راجل من الأسرياء، وعشان أبوه من الأسرياء عاش مدلل، يعني معلقة دغب في حنكه زي ما بيقولوا كده. وكان عندهم راجل خدام، بس الخدام كان من الناس الطيبين، اسمه عمك الشيخ عبد الله. والراجل أبو صباح كان راجل من الناس الصالحين، ما يعرفش لا تظاهر ولا يعرف تشخرة ولا يعرف ايه، راجل سبحته بين ايده يصلي العشاء، ورغم الخير والنعيم والقصور وهو الى اخره، الا انه ايه بتاع ربنا درجة اولى، يعني بقى الفجر حاضر والظهر حاضر والعصر حاضر، متمسكا بكتاب الله. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صدق الله العظيم. صباح يا ولدي، يا صباح يا ابني. نعم يا ابا. الله ينعم عليك يا صباح، عايزك تتحمل المسؤولية، مش عاوزك تفضل هلفوت على طول كده، ما تعرفش الا السهر والصرمحة. خليك مع الله، ومن تضحك الدنيا اليه فيغترر يمت كقتيل الغيد بالبسمات. عمك الشيخ عبد الله راح فين؟ انت بتقول لي يابا عم الشيخ عبد الله خدام بتاعنا يابا، بتقول لي عليه عمك الشيخ عبد الله؟ ما هو عمك يا ولد، تناسي ان هو اللي رباك. الشيخ عبد الله ده اخلص انسان شفته في حياتي، امين، والانسان الامين محبوب، خد بالك منه يا ابني، اكرمه اذا انا مت. ووصى الراجل ابنه ومات، وابتدى صباح بطيشه يمتلك المال، يمتلك القصر، يمتلك الاراضي الشاسعة، لقى كل الناس بتقول له يا سيدي، حتى اللي اكبر من ابوه بيطاط على ايديه وحبها وقول له يا سيدي. لما الحياة غرته والثروة ويا لقاك تاجر في لحم البشر والحظ ماشي معاه. في العصر كان فيه حدا خادم اسمه عبد الله، مخلص وطيب يا ناس من عذبه رباه. ولما حان الاجل ناداله عبد الله وقال له اوصيك يا صباح على بنتي، وبعد غامت يا عيني بعد ما وصى. Thank you.
لم تبقى خير والله. سلم قال الله حتسلم تبقى خير الله. هتلاقي يومك رضا وجمال بأمر الله. ومصفي قلبك هتصفالك الحياة على الطول. هتصفالك الحياة على الطول. وإن قلت يا رب رح يسمع دعاك في علا لما الحياة ضرت والسر ويا الجا. كان الغوالة بتغر الشيطان ولذا تاجر في لحم البشر والحظ ماشي معاه. في القصر كان فيه احد خادم اسمه عبد الله مخلص مطيع عندهم من عد ابوه وصاه. ولما حان الاجل ناداله عبد الله وقال له اوصيك يا صباح على بنتي وبعد غامت يا عيني بعد ما الشيخ عبد الله. الايام دي كده سارح مع نفسك ليه؟ والله يا ابني يا صباح بعد ابوك وحنان ابوك خلاص الدنيا بقى لهاش طعم. وانا مش مكفيك يا عم الشيخ عبد الله ولا ايه؟ انت على عيني وراسي. ده انت زي ابني يا ابني. بس ابوك الراجل كده يا سلام. كنت ده اسمع منه قرآن، اسمع منه صلاة، اسمع منه مواعظ. والقصر عمره ما دخلوا لا خمرة ولا دخلوا حاجة الا كله رضا في رضا كده يا ابني. انت مالك ليه؟ تكلمني كده ليه؟ زعلان على بنتي. خايف. خايف؟ خايف من ايه؟ اذا كنت حسيت بحناني في يوم من الايام اعطي الحنان ده لبنتي ياسمين. قالوا انا تحت امرك. وقال له الكلام ده بعد شهرين ثلاثة عمك عبد الله مات بعد ما وصاه. وحزنت البنت على ابوها بتقول له ايه بقى؟ ليك الليالي كده اخداني رايحة فيك. يا عين بتبكي على حظها يا عيني على صباح.
احزان. انت في بيتك هنا ما لينا عنك غنى، انت في بيتك هنا ما لينا عنك غنى، عيشي في عز وغنى وانسي بقى الاحزان، عيشي في عز وغنى وانسي بقى الاحزان. انت نافر حبنا غالية وعز احبابنا، بعدك في يوم يتعبنا لو غاب هلالك عنا، شافت في قرب املها، شافت في قرب املها، شافت في قرب املها، والدنيا بقت ضحكالها، طب ايه بقى يشغلها وبعد ده كله حنان. في غزلان اتبدلت الايام بعد الظنا يا سلام، صباح القمر بسام، 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 ولا عادش في غزلان، ولا عادش في غزلان، ولا عادش في غزلان، ولا عادش في غزلان، والدنيا خير وسلام. يا سلام على الايام اتبسمت ليام. اما الناس بعدك النبي ولا مصلى عليه. ابتدت البنت تبكي، راحوا لها الاوضه بتاعتها الوحيده، قالوا لها تعالي بتعيطي ليه؟ ده سيدي الصباح عايزه، ربنا يستر، يعني هخدم بدل ابويا. تخدمي ازاي؟ ده انت الخدامين هيبقوا تحت رجليك. ده ابوك كان مربيني ساعة ما شاف شكله وشاف الشكل بقى لعبت ايه؟ ما هو واد مصرمح، عادي واد مش بتاع ربنا، فقال لك نتسلح. وخصوصا لما تبقى عندي في القصر، ونسى ان الله رقيب على العباد سبحانه وتعالى. يا آدم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. صدق الله العظيم. لا والله البنت ديت لو لبست شوية لبس كده وانقشرت شوية هتبقى ملكة جمال. الخدم كلهم يخدموا ياسمين. ياسمين ما تعملش حاجه، ده عشان عظم التربه. ده بقول لهم بقى يعني ده ابوها حبيبي. شوف شوف لما شافت كده قالت ايه؟ قالت بشير الغنى بالسعد وافاني، والحزن ولا وجاد الفرح صحاني. بشير الجنة بالسعد
وحشة الصبية فيها ومفكرة يا عين طيب ومخلص لجك يا عين على الأيام رجعت أوام تعديجك يا تاركا صباح بكلامه ده بغريجك يا تاركا صباح بكلامه ده بغريجك مجرم يا ناس وخطير شيطان غر بيغك وتعدى حد الله طب من بقى يحميغك وفي يوم صحت على صوت جوه الحشا يناديها بكت بدمع العين يا عيني وقالت له علي بيغك اطمأنت قوي وقالت يا سلام اخد اللي انا كنت عايزاه الحمد لله وابتدى صاحبنا يسرح بيك لغاية ما هي وثقت فيه الثقة الكاملة وبعد ما وثقت فيه الثقة الكاملة اتعدى حد الله والشيطان غروا بيك محتارة تعمل ايه ومن بقى يحميك يا عيني على الايام رجعت اوام تعديك وفي يوم صحت على صوت جوه الحشا يناديك بكت بدمع العين وقالت له علي بيك الغدر بان في عينيه والنية حست بيك بتقول له ايه صباح قال لا نعم الاول مره بتقولي لي يا صباح كل مره كنت بتقولي لي يا سيدي صباح بالفم المليان قلتوا انا في مأزق انا في ورطة وانت السبب انت اديتني من طرف اللسان حلاوة ولكن تركتني عرضة للناس وكلام الناس اللي كان ايه ذنبي في كل ده ايه ذنبي في كل ده اعيش مع الايام ايه ذنبي في كل ده تصبح حياتي الام واعيش حزينة واواجه ضحكة الايام الا ايه منك انا الا ايه منك انا الا ايه منك انا ولا من اللواب عشمتني ليه وغرتني باحلى كلام عشمتني في كل ده اتحمل لوحدي الام واعيش حزينة واسي ضحكة اللوام الايجا منك انا ولا من اللوام ولا من اللوام ولا من اللوام عشمتني ليه وغرتني باحلى كلام استر عليا وخاف الله يا صباح حرام عليك كل ده حاضر من الايام
وقال لي قال بينا وابني وصحينا عليه انسي الكلام ده خلاص انسي قوام انسيه يلا خرجي من بيتي مالكش مكان هنا فيه مكان هنا فيه يلا خرجي من بيتي مالكش مكان هنا فيه خرجت يا عيني حزينة محتارة تعمل ايه والمين يا عيني حتشكي ومين يأثر فيه والمين يا عيني حتشكي ومين يأثر فيه ده مقام عالي وغالي والناس عابد حواليه ده مقام غالي وعالي والناس عابد حواليه بيعمل اللي بداله ولا يقولوا له ايه بيعمل اللي بداله يا بيابا ولا يقولوا له ايه الدنيا دي له وحده والناس عابد حواليه مسكينة يا ياسمين مش عارفة النغار بالليل واشتد بيجا القلب يا عيني وقت الليل بقتها واحدة قصاد عينها في نص الليل بتخوفها صرخت وقالت الحقوني الشيطان على بيتنا نايم ومتمدد وشكله نحيل وحتفرح وتعيش مسرور الروضة حلوة يا نحلاجة فيها الحبيب النبي طاغة
من نومه على الصراخ مستغرب وخرج يشوف ده ايه وخرج يشوف ده ايه ورأى الشبح واتعجب قام سمى باسم الله وقف شوية وقرب من الشبح وناداه وقال له قلب يا امان عليك امان الله كلمني يا انسان قل لي بامان الله طب انت ولا جان ردت عليه في الحال قالت له انا انسان ردت عليه في الحال قالت له انا انسان ليا تلات ايام ما دوت في جمزات اديني شيء من الميه واديني شيء من الذات اديني شيء من الميه واديني شيء من الذات اديني شيء من الميه واديني شيء من الذات ام قال لك يا صبيه قولي لي اسمك ايه قال اسمك ايه يا صبيه وكان طريقك فين قالت له مال الطريق ولا عارفه اروح على فين كان لي يا ابي ومات وده من سنه وشهرين كان لي يا ابي ومات وده من سنه ماذا عليها صباح؟ انت انت كل والله الفل والنبي انت كل انت يا بابا قولي عقاد ماشي انت قولي عقاد يا شيخ ان شاء الله انت ان شاء الله اللحظه دي لما طردها من البيت ومشت فهي ماشيه في الطريق مش عارفه رايحه فين ومن اللي رآته ما هيش عارفة النهار من الليل واشتد بيها الألم ساعة سكون الليل ورآتها واحدة قصاد بيتها في عز الليل حتطاغ الحقوني شيطان 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 حد طاغة الحقني وشوف ايه اللي على الباب بيتمدد دي بسم الله الرحمن الرحيم يا وليه قليتي منامي ايه مالك انتوا في عفريت على بيتنا متمدد وجسمه طويل ورفيع لا سبحان الله اما اقوم اشوف ده مين 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 الله انت مين قول لي بامان الله وقرب وقعد يقرا في ايات الله لغايه ما قرب من صاحبتنا لقاها نايمه مين انس ولا جن قلتوا انا انسان ليا ثلاث ايام ما اكلت فيهم زاد اديني شيء من الميه واديني شيء من الزاد اسمك ايه يا بنتي؟ انتوا اسمي ياسمين كنت رايحة فين يا ياسمين؟ قالتوا ماليش مكان كان ليا قطع وراح من سنة وشهرين وتأثر
الشيخ بكلام غاوي دمعه سال، قال يا صبي يا دوام الحال ده امر محال. وتأثر الشيخ بكلام غاوي دمعه سال، ما يدومش في جحال. تعالي عندي انا على قدنا هنعيش، وان كنت يعني على قد فقير الحال. ياسمين تحكي له وتقول له على اللي جرى لجا، جدت ياسمين تحكي له وتقول له على اللي جرى لجا، يتم الحن وبعد مثل ما شافه جمال جا، جدت ياسمين تحكي له وتقول له على اللي جرى لجا، وانهمر الدمع في عينه ونغز القلب عشان غاب، وتم الحمل ووضعت طفلة ما شافوا جمال جاب، من بعد الوضع يا عيني راتها الأم بعين غاب، من بعد الوضع يا عيني راتها الأم بعين غاب، سالت على خدها دمعها وانتهى في ساعتها أجل جاب، ماتت بس الشيخ طاغة خد بنتها واتبناها، ماتت بس الشيخ طاغة خد بنتها واتبناها، وباسمه كمان سماها في نعيم وحنان رباها، وباسمه كمان سماها في نعيم وحنان رباها، سماها جاد اسم ليالي مرت من عمر ليالي، سماها جاد اسم ليالي مرت من العمر ليالي، وقدمها عليك كان غالي، وليالي يا احلى ليالي. بنانا ما تتبسش الشيخ طاغة قد انت غويت بنانا، سمايا باسم ليالي مرت من عمر ليالي، وادانا عليك كان فرحة وليالي احلى ليالي، وادانا عليك كان فرحة وليالي احلى ليالي، وادانا عليك كان فرحة وليالي احلى ليالي، جاب ياسمين من عندكم جميعا. أثر الشيخ بكلامها ودمعه سال، وقالها يا ياسمين يا بنتي دوام الحال ده امر محال، الدنيا دايما كده ما يدومش فيها حال. يمسي عليك ويقول لك روق الجمهور ماشي، وعبال عندهم جميعا. ده مساء الخير يا عم الحاج ابراهيم، مساء الخير. اهلا اهلا. حقدك في بيتي انا على قدنا حنعيش، وان كنت يعني على قد فقير الحال. ولما فتح لها الراجل قلبه ياسمين فتحته قلبها وقالته على قصتها من طقطق للسلام عليكم، سمعوني صلاة النبي.
من الحمل ووضع الصبية، وساعة ما شافت الصبية قال لها نسميها ايه؟ قالت تسميها ليالي، لانها ليالي مرت من عمري، سميها ليالي ومرت من العمر ليالي. وبعد ما ماتت الام اتبناها الشيخ طاغة وسماها باسمه وسماها باسم ليالي، وادمها عليه كان فرحة وليالي احلى ليالي. وكبرت البنت وكانت دكتور اخرى توكلت على الله، ففي اللحظة دي بقى يعمل ايه عمك الشيخ طاغة؟ قال لها يا ليالي ما قالناش حد في البلد، انا وانت عايزين نمشوا كده نتسوح في بلاد الله، يلا بينا. في راجل صاحبي في بلد من البلاد أدار صاحبه في البلد اللي امها اساسا كانت فيها. اسمع وصل على النبي. شوف في طريقه مرت بلد لك في البلد صاحب، قال يا ليالي انا ليا جنا صاحب عايز اشوفه واعرف حال صاحبنا ايه، الدنيا تنفع بايه من غير حبيب صاحب. الفل ماشي الراجل عاوز يسمعها تاني. ماشي
بالعمر يا غالي من بعد الغيبة يا صاحبي ما يطفي عمري ليالي من بعد الغيبة يا صاحبي ما يطفي عمري ليالي الخطة ديت مش غريبة عني.
الا الخطه دهيت من زمان مش شغله ليا 15 سنه ما سمعتهاش. مين اللي بره؟ افتح يا حج شاكر. يا نهار ابيض طه. فين يا شيخ طه؟ 15 سنة تقاطع صاحبك. قال له كنت في امور الدنيا كانت شغلانة. قال له لا خليش الدنيا تشغلك. قال له ليه؟ قال له ربنا بيقول للدنيا يا دنيا من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه. قال له مال مين الامورة دي؟ قال له ليالي بنتي. قال له الله اكبر الله اكبر. مال فين امها؟ قال له يا سيدي ما دايم الا وجه الله ما فيش غيرك. وحبيت امشي اتاجر في البلاد ولما عديت على المدينه ديت قلت من واجب الصاحب يشوف صاحبه فجيت لك عشان ازورك يا حج شاكر. قال له تزورني يعني يوم؟ قال له اه. قال له لا والله 15 سنه دول لازم انتقم منك واخدك هنا هوت شغري بحاله وعشان الحلوه ليالي يا اخي تتعرف بيني ومفكر انها بنته. الراجل تبناها بعد امها ما ماتت بقى وبعد ما غدا الضهر صباح الملعون ولسه هنعرف الشيخ صباح هيحصل له ايه بعد كده ونصلي على النبي. اسمع ما تيجي تقعد معايا نتاجر سوا. قال له والله ما دام انت شايف كده الخيرة فيما اختاره الله وصدق الله العظيم وربك يخلق ما يشاء الله العظيم. سبحان الله. يلا بينا. ايه رايك في البيت ده؟ هدي لك بيت خالص. الحج شاكر بنى له جنب بيته وليالي كانت معاه ماليا عليك الشمس وقت الضحى كالشمس وقت الضحى الحج شاكر بنى جوا بيته بيت جنب بيته بيت وديالي كانت معاه مليا عليك البيت كالشمس وقت الضحى نور ضياء البيت وفي يوم كده يا كرام طلع كده من البيت طلع كده من البيت لمح واحد يا ناس من اكل البلد في البيت بقى كل يوم في الصباح يمر جنب البيت لما رماج الغوى غنى وانشد بيت عجبها شعره بقت تخرج تسيب البيت عرفت باني ابوه لك في البلد سلطان عرض عليك الزواج ودت قالت له يا you
حلم جميل، احلم بجنة خضر في قصر خضر مرة، عرف عشت العمر عشت في حلم جميل، في حلم بجنة خضر قوي قوة فدا احلامها اخدها فوق المقرى، وهو فتى احلامها اخدها فوق المغرى، قالت يا ريت يرضاني ويا ريت يبقى نصيبي راضية جوجو رضيبي راضية جوجو رضيبي، قصة حياتنا هتبقى لأجل السعادة ذكرى. نفس اللي شاغل بالها كان هو شاغل باله، برضو بيتمناها على الحلال تبقاله، خايف يقول لأبوه ويا ويله لو يحكيله، يغضب ساعتها أبوه وطلع عذابه ليه. فبيبكي الولد، الولد عمال يقول ايه، والولد ده ابن مين؟ الولد ابن راجل من الاثرياء ومن عالية القوم، وابوه امير البلد، وعشان كده صاحبنا خايف يقول لابوه، مقدرش يتكلم معاه، عجباه البنت بنت فقيرة لكن عجباه. فبيقول ايه بقى صاحبنا؟ بيقول ان الحرام بالشرع حلال، بالشرع يبقى حرام ازاي؟ الفقر مش عيب ما دام يمشي مع الاسلام، الفقر مش عيب بالشرع يبقى حرام، الفارق مش عيب ما دام يمشي مع الاسلام، يحرمني ليك منها يحرمني ليك منها لشان فقيرة يا ناس، اصل العفف والشرف للبنت عرقة وسام. يا ولد جرالك
مجنون تصبح مفتون ونسيت انا مين. قال له يا مجنون تصبح مفتون ونسيت انا مين. انا سيد الناس انا احلى الناس والناس عارفين. انا سيد الناس انا اغنى الناس والناس عارفين. انا سيد الناس انا اغنى الناس والناس عارفين. انا سيد انا اعلى الناس والناس عارفين والناس عارفين. وابتدى الولد بقى يدخل السقم وسقم الغوى غريب. فابوه قال له مالك يا مختار يا ولدي انت مش زي عوايدك لونك اصفر ليه ما بنامش الليل يابا. قال له ايه اللي مخليك بتنامش الليل. قال له فيك سر شاغل حياتي وخايف ابوح لك بيه. قال له عليل يا ولدي. قال له لا يا ريت. قال له مال فيك ايه. قال له الافكار ليل ويا نهار سبب العله. قال له يا مختار قول لي ولا تحتار الفكر ده ليه. شرح الاسباب. قال له يابا الاحباب تحرمهم ليه. قال له انا حرمتك من حاجه يا ابني. قال له ايوه لا حياء في الدين. قال له عاوز تتزوج. قال له ايوه. قال له اخترت لك. قال له انا اللي اخترت يابا. قال له لو لقيت اختيارك كويس وماله يا سيدي يا دار ما دخلك شر بس يعني اخترت بنت في مستوانه. قال له هي
بالنسبة لمستوى الأخلاق مستواها أعلى من مستوانا، لكن بالنسبة لمستوى المال معلش يابا. قال له يعني أبوها إيه؟ مليونير؟ قال له لا. قال له يبقى بليونير؟ قال له أبدا. قال له مال إيه؟ قال له أبوها راجل فقير لكنه من الصالحين، ضربوا بالألم وقال له ملعون، هتبقى مفتون ببنت أبوها فقير. ونسيت أنا مين؟ اسمع بقى حقوله إيه؟ قال له يا أبويا المعزة والدوام لله والكل فاني مدايم إلا وجه الله. الله عمر السعادة ما كانت يابا مال ولا جاه، أصل السعادة الرضا والحب بين الناس والطبع هو الأساس اللي بنتمنى. Thank you.
كياني اخرج يلا بلاش اوهام اوعى اشوفك هنا قدامي وانسى اللي قلته تمام انا مختار لك بنت عقيله يبقى ابوها الشيخ صباح عمري ما عمري اخدته وانا اخد عقد مع صباح خرايل ابن حزين ودموع تحكي الم وعذب وجراح عملوا له محاكمة طيب الذنب يحاكمه وصي ميدان عملوا له محاكمة طيب الذنب يحاكمه طب يا حاج محمد العالم سكرت خالص العالم سكرت صاحبنا الولد لما قال لابوه ضربه وقال له ده انا مختار لك بنت واحد من الناس عظماء البلد اسمه صباح اتاري صباح في الحقيقه يبقى ابو البنت ابو ليالي ابو ليالي ابو ليالي صبح الصبح نادى المنادي وقال لناس فيه راجل بتاجر في الحي بنته حج طاغا يقول لك تظلمونا ليه ما بالفقير قسوته جاي يدي تقسو عليه القاضي جالس بيسمع والحرس حواليه وقصاده جلس الامير سلطان ابو مختار وكبره مليه وصباح على شماله وكان الغيظ ساعتها مليك يشتم في طاغة يقول له جرى في عقلك ايه هو الحياة انتهى من الدنيا ولا ايه الحج طاغة يقول لك تظلمونا ليه خلوني اشرح حكايتي وهقول كلامي يا ناس انا ليا ماضي ولازم يا رجال احكي انا ليا يا قاضي حكايه لو يسمع
كل ما بيها أبوك كان راجل طيب وفي البلد دي كان خدام أبوك كان راجل طيب وفي البلد دي كان خدام في قصر راجل من الأمراء وعاش هنا أكتر حضرة القاضي قال له انت يا راجل لك بنت قال له ايوه قال له اسمها ايه قال له اسمها ليالي قال له ازاي تخلي بنتك تشغل ابن الراجل ده انت عارف الراجل ده مين الولد ده ابوه ابوه مين ابوه عميل البلد هنا قال له احنا عملنا غلط يا حضرة القاضي قال له ايوه ازاي تبقى راجل فقير وتتطلع الى ان بنتك تتزوج راجل من الاثرياء يا ريتهم الاثرياء عادي وتفسد على الولد ما اتخذوا ابوه مع ناس اخرين انت راجل جاي بتاجر في شرفك قال له حاشا لله يا حضرة القاضي ابتدى سلطان ابو مختار ابو الولد اللي هو اعجب بالبنت يشتم فيه وصباح اللي هو ابو البنت الحقيقي قاعد ان له بنت وهتتزوج من نفس الايه الولد قاعد يشتم فيه فالرجل قال لهم يا ناس مش يا حضرة القاضي قبل ما تصدر حكمك هي عندها اعياء خدتها في بيتي عدتها عندي اسبوعين ثلاثة لغاية ما اتمت الوضع وماتت الام فتبنيت البنت وسميتها باسمي سميتها باسم ليالي قالوا طب امها ما يسألش حاجة امها قالت ان ابوها كان خدام في بيت واحد هنا اسمه صباح وابوها وصى صباح عليك وبدل صباح ما يكرمك سرح بيك وبدل ما تخدم عنده في العصر جاب خدم يخدموها فاطمئنت له وابتدى يغريها بالمغريات وبنت وحيدة وفي قصر تعمل ايه امام مغرياته وبعدين صباح قاعد يسمع الكلام تخدم حداك جاب ناس تخدمها عطاها حلو الكلام بالجنة عالشمال وبدل ما تخدم حداك جاب ناس تخدمها وغرها مصغره وغره الشيطان بيها ولما حصل المقدر بدا يجاب فيها غادر وظالم غدر بيها وحط ومشت الجول يا الصبر يا عين هو حبيبنا بقاله سنين ومشت الجول يا الصبر يا عين هو طبيبنا بقاله سنين
مش بنتك يا شيخ طه؟ قال له لا يا حضرة القاضي مش بنتي. انا كنت نايم في يوم من الايام لقيت دكت بتصرخ، لقيت واحدة ست جات ولما حكت لنا حكايتها وابوها كان هنا في بلدكم خدام عند واحد هنا في القصر، صبح بيسمع وحس الارض دارت بيه وصرخ اوام صرخة غز الكل من حواليه وقال ده ذنبي انا، واليوم انا بدني يحكم عليا يا قاضي. مش هقول لك ليك، واستغربوا الناس ونظروا في الحلادي اليه، وتك ساعتها الامير غلطان باللي راق بعينيه وقال له يا قاضي اوام اكتب كتاب مختار على ليالي وطاغى اكرموه. اثنين وثلاثة واربعة الجرح اثر فيه وعرف ان دي بنته وانكشف امره امام الناس، وفي اللحظة دي حس بانه جنى على بنته. ساعتها صباح كان عايش في نار وجراح والغى طول ليالي مرة لاجل ارتاح، الحج طاغة اللي رباني واكرمني افديك بعمري ولا يجلى علي غالي. هل نفذوا امرها على طول عشان ارتاح؟ ادوها الاموال تتصرف فيها زي ما هي عايزة عشان اعوضها عن اللي فاتها في السنين دي. اما انا، انا اللي جنيت ربنا اكرمني، بدل ما اكرم الناس استغليت مالي في اني ببيع واشتري في الناس. وصدق اللي قال، قال له قال ايه؟ اه
مليانة بالأنوار. ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ وكانت هذه قصة يوم لك ويوم عليك، وبعد استراحة قليلة لنا معكم لقاء آخر في وسطة أخرى إن شاء الله.